يعطيكم العافية، معكم زميلتكم حلا الدراتكة. اليوم رح أشرح لكم الجاستريك سكريشن، محاضرة رقم 4 من مادة الفسيولوجي. إن شاء الله أنه تكون أموركم سهلة وطيبة وتكون محاضرة سهلة بالنسبة لكم. طبعا هي المحاضرة من الأصل سهلة يعني، وطبعا الفيديو هذا إن شاء الله رح يشمل كلام الدكتور، الهاند أوت والسلايدات. أوكي نبلش. اول شيء اصلا استني شو يعني gastric secretion؟ gastric secretion يعني هي الافرازات اللي بننتجها في الاستومك عشان في النهايه نعمل digestion وabsorption وكل هاي السواليف. تمام. هلا في عند structure في المعده مسؤولين عن gastric secretion. اول شيء اللي هي الميوكس سيرفيس سيل. ميوكس سيرفيس سيل من اسمها وين موجوده؟ موجوده على السيرفيس. وايش تعمل لي؟ it secretes mucus، فهي حتطلع لي ميوكس، والميوكس هذا راح يساعدني ان انا احمي الميوكوزال، احمي الميوكس تاعت الاستومك، ميوكوزال سيرفيس. تمام. طيب بعديها بتيجي عندي الميوكس نكسل، والميوكس نكسل برضو هي بتعمل سكريشن الميوكس وساكنه تحت الميوكس سيرفيس سيل، موجودة هيك على فتحة الجلاند at the level of the gland. بعدها بتجي عندي اكزنتك سيل. اكزنتك سيل هاي بتفرز لل HCL، تمام، تعمل لي بومبينج للبروتونز وبطلع منها الكلورايدز ايون لليومن، هنا للجاستريك اليومن. اللهم صل عليك يا سيدنا محمد. وكمان مهمة في الانترنسك فاكتور، يعني بتطلع لي الانترنسك فاكتور. هذا الانترنسك فاكتور بيساعدني في الابسوربشن اوف B12. بعدها بتجي عندي تشيف سيل. التشيف سيل او زايموجينيك سيل بتعمل لي سكريشن للبيبسينوجين، والجاستريك لايبيز، والاثنين هم عبارة عن انزيمز. تمام. يعني البيبسينوجين طبعا بيكون ان اكتف فورم، بعدها بصير له اكتيفيشن بمساعده صاحبه ال HCL بصير بيبسين، وبشتغل يعني البي اتش، يعني بحب البي اتش انها تكون عاليه، يعني بي اتش قصدي من ناحيه الحموضه يعني. طيب اخر نوع من الخلايا اللي هي الانترو اندوكراين سيل او الجي سيل، وهاي الجي سيل بتفرز لي الجاسترين واللي هو عباره عن هرمون، والهرمون هذا رح يساعدني في اني انا اطلع ال HCL من الاكزنتك سيل بومبينج، يعني بيعملها اكتيفيشن. طيب هسه بدي احكي عن ال HCL واللي بتنتجه الاكزنتك سيل. استنوا شوي، في شغله نسيت احكيها هون. في عنا السيل رح نحكي عنها بعد شوي، سوماتوستاتين، تنتج سوماتوستاتين، وسوماتوستاتين له انهيبيتوري افكت رح نحكي عنه. السيل يا اعزائي صار عليها خلاف انه هل هي اللي بتنتج السوماتوستاتين ولا الديسل، كل هذا الحكي دكتور يعني دكتور ما يعني دكتور حكى السل. تمام. فرح يسألوا الشباب عن هذا الموضوع ورح يتم تزويتكم بأي تطور في هالقضية. طيب هسه بدنا نحكي عن ميكانيزم اوف HCL secretion. يا عزائي طلعوا لي هون في عندي زي كاناليكيولاي او كاناليكيولاس، زي تجويف او مش تصغير القناة، هاي بتفتح اليومن تاعت الجلاند. تمام. بتفتح اليومن، يعني لو انا عندي اي سكريشن ده رح يطلع اليومن، فهذا الستركتور بيميز الاكسنتك سيل. هون بتفتح اليومن في جلاند، مش اليومن تاعت الاستومك، اليومن تاعت الجلاند، لازم تميزوا هاي القصة. طيب اللهم صل عليك يا سيدنا محمد. طيب هسه انا بدي اطلع ال HCL، ما رح يطلع ال HCL هيك اعمل HCL جوا الخلية واطلعه برا، لا رح اطلع بالاول الكلور، بعدها بجيب له البروتون وبلتقوهم مع بعض وبتمشي امورهم. اول اشي بيكون عندي بالبلاد فيزل قاعد بمشي الكلورايد ايون، هذا الكلورايد ايون هون بالصورة هاي واضح انه هون، هاي هون عندي البلاد فيزل ماشي عندي الكلورايد، الكلورايد ايون. بعدها بيطلع وين؟ على الانترستيشيال فلويد، ومن هناك بفوت وين؟ باي اكتيف ترانسبورت. بفوت وين؟ على اللهم صل على سيدنا محمد، بفوت على الاكزنتك سيل.
لما يفوت عليها، تمام، بمر في هاي الكنال وبطلع وين؟ على كنال الكيلوس. وهيك صار عندي أنا كلور برا، أو صار عندي، يعني صار عندي كلور في اليومن اوف ذا جلاند، أو كلورايد أيون عشان نكون أدق أكثر. المهم بعد ما هذا الكلور طلع صار عندي نيجاتيف بوتنشال، يعني كان هون صار عندي نيجاتيف بوتنشال هون في هاي المنطقة. هذا الحكي شو بده؟ بده بوزيتيف، بده بدي اشي موجب يعادل كل هاي القصة اللي قاعد بتصير. فمين بيجي؟ بيجي عنا صديقنا الصوديوم. الصوديوم ما بيصدق، بيجي الصوديوم وبقعد في اليومن. لما يجي الصوديوم من هذا الطريق، المهم هيك انا صار في عندي هون شحنة موجبة وشحنة سالبة. اوكي طيب، هذا الوضع الطبيعي، يعني انا عندي صوديوم وعندي كلور، ولكن هل انا عندي بروتون؟ لسه البروتون لسه ما اجاش، من وين انا اجيبه؟ من هون بيجي السي او 2 بتفاعل مع الووتر وبيعطيني الكربونيك اسيد، تمام. طيب لما يعطيني الكربونيك اسيد، طبعا لحظه انا ما حكيت الشغله مهمه، الصوديوم بيجي باي باسيف ديفيوجن، ما بصير له اكتيف ترانسبورت زي الكلور. الصوديوم عادي بفوت ما فيش عنده مشكله، تمام. طيب هيك يعني هاي الشغلة يمكن الدكتور يعني يسأل عنها، فاحنا حكيناها. نرجع هسه للسيد البروتون. المهم بيجي سي او 2 بتفاعل مع الووتر، بطلع عندي الكربونيك اسيد اتش 2 سي او 3. المهم الاتش 2 سي او 3 هذا بسرعة بصير له ديسوسيشن، وبصير في عندي بروتون والاتش سي او 3 ماينس. زي ما انتم شايفين هنا اتش سي او 3 ماينس بيطلع يعوض النقص، بفوت على الدم محل كلور كلورايد ايون، والبروتون بصير له بومبينج وبطلع لليومن. هيك بصير عندي اتش بلس وفي عندي سي ال، بروح بيلتقوا مع بعض وبطلع عندي اتش سي ال، تمام. طبعا هون في عندي انزيم مسؤول عن هاي القصة اسمه كاربونيك انهيدريز، تمام. وبس هذا هو كل اللي صار يا اعزائي. طيب هسه بدي احكي كم معلومة شوي هيك مهمة عشان البروتون. هسا لو انت جوعان، تمام، ورحت اكلت، لما انت بلشت تاكل صار في عندي ستيميلس، وصلت المعدة انه يلا اعملي لي بومبينج للبروتون. في الوضع الطبيعي مين رح يضل مسيطر؟ الصوديوم. الصوديوم رح يضل، يعني رح يضل يطلع عندي الصوديوم بدل البروتون. عزيزكم الشعر بيت، لما يطلع البروتون الصوديوم بيرجع بنضب، بيرجع للانترستيشال فلويد، ما بيضل هون خلص، لانه تعادلت الشحنه الموجبه. يعني اساسا البروتون مربوط مع الان اي سي ال اقوى، فخلص الصوديوم ما بيلاقي انه في له مكان فبرجع. فاهمين علي كيف؟ بهاي الطريقه فبرجع الصوديوم. هسه رح نشرح على الجراف هاي ليش نستعجل الامور. ففي الوضع الطبيعي الان اي سي ال هو اللي مسيطر، انت مش ماكل اشي، معدتك فاضيه، ما في داعي يكون عندك بي اتش كثير عالي، لانه رح نخرب الميوكوزا تاعت المعده ورح يصير عندي السر وتصير عندي مشاكل. فلا خلينا على الان اي سي ال. في عندي اكل، في عندي فود بده دايجستشن، بده جاسترين، بده بيبسن، بدي انشط البيبسينوجن، يلا طلع لي البروتون وطلع لي الاتش سي ال، تمام. يعني بدي ستيمولس عشان يصير في عندي انا بومبينج وفورميشن وسكريشن للبروتون، تمام. تمام نيجي هسه على الجراف هذا ونوضح الامور اكثر. زي ما انتم شايفين بدي ابلش بالصوديوم. الصوديوم زي ما احنا شايفين كان الكونسنتريشن تاعه 80، بوم نزل لوين؟ تقريبا وصل العشرة تقريبا، يعني الريت اوف سكريشن تاعه قل. ليه؟ لانه الريت اوف سكريشن للبروتون عماله بيزيد، كان 20 او كان تقريبا 25 وصل ال 120 زي ما حكيت لكم، لانه هذا الاشي بيعتمد على الستيميلس للموضوع، تمام. طيب شوف الكلور، الكلور تقريبا مش كثير صار فيه تغير، يعني كان 120 صار 160. التغير اللي طرأ على ال ريت اوف سكريشن للكلورايد ايون مش كثير، السبب زي ما حكيت لكم انه احنا يعني دائما بدنا كلور ولكن مش دائما بدنا بروتون. والبوتاسيوم زي ما انتم شايفين هون البوتاسيوم، البوتاسيوم بيشتغل تعويض محل الصوديوم. كيف يعني؟ يعني لما انا يفوت الصوديوم هون قلت الشحنة الموجبة، بدي اشي محله، مين بطلع؟ بطلع البوتاسيوم. يعني اساسا البوتاسيوم برجع بفوت من هون وبرجع بطلع وين؟ على الانترستيشال فلويد. يمكن بهاي الصورة الصوديوم مبين لما فات،
هيو شايفين كيف؟ مش طلع عندي هنا البايكربونات؟ بايكربونات طلع مع مين تفاعل؟ هو والصوديوم، الصوديوم رد فاته هون، رد طلع البايكربونات. كل هاي يعني كل هاي الأشياء اللي قاعدة بتصير في البنكرياتيك دكت سل مش مطلوبة منا، ولكن أنتم المهم تعرفوا لي الصوديوم، الصوديوم إنه برد يرجع، تمام؟ هاي من هون رد رجع. طيب خلصت كل هاي الحكي، حكينا عن ال تمام. هسه بدي أحكي عن function بتاعت ال HCl. أول function لل HCl هو conversion of pepsinogen to pepsin، يعني هو بيحول البيبسينوجين، تمام؟ مش شغال، مش يعني هذا مش الاكتف فورم بتاعه، فانا بحاجه اني انا اعمل له اكتيفيشن، تمام؟ فالاتش سي ال بيحول هذا الانزيم للاكتف فورم اللي هو تاعه اللي هو البيبسين، وراح نحكي بعد شوي اكثر عن وظائف البيبسين. كمان بيساعد في ديكومبوزيشن اوف كوريكتيف تيشو، لما انت تاكل لحمه HCl بساعدني انه انا احللها. ديفنس اكيد، يعني حكينا عن هذا الموضوع في المايكرو الف مرة، كنا نحكي انه الاكل تاعنا فيه الفود تاعنا فيه مايكرو اورجانيزم، هاي المايكرو اورجانيزم اغلبها جسمنا بتخلص منها من خلال الجاستريك جوس، لانه فيه HCl، والHCl بوفر لي pH كثير قليلة، تقريبا 1.8 من 3.5، ويعني قليل pH 2 تقريبا يعني. فبالتالي هاي البيئة غير مناسبة لهاي الكائنات انها تعيش فيها، فبالتالي حتموت. طيب هسه بنحكي عن بيبسينوجين. بيبسينوجين is mainly secreted by peptic chief cell. طيب بيجي واحد بيحكي لي طب والميوكس سيل؟ يس الميوكس سيل تنتج لي، ولكن مش mainly، يعني مش هي المصدر الرئيسي لانتاج البيبسينوجين، فالمصدر الرئيسي لإله هو chief cell. يعني لو اجى سؤال في الامتحان وسالك mainly البيبسينوجين is secreted by، انت مين بتحط؟ بتحط التشيف سيل. اذا كان حط لك mainly بتحط التشيف، اذا كان مش حط لك بتحط الميوكس والتشيف. طيب هذا البيبسينوجين، هذا الانزيم عشان يكون يعني شغال 100% في يعني الاوبتيمال اكتيفيتي تاعيته بتكون لما البي اتش تكون between 1.8 ل 3.5، هيك بيكون وضعه سوبر. طيب هسه بدي احكي عن الفانكشن تاعيته، ايش هو لو بس انا بدي بيبسينوجين. هسه بمجرد ما انه اجى ال HCl وسلم على البيبسينوجين وصار بيبسين، يعني صار اكتف، ايش بيعمل لي؟ بيعمل لي كليفينج للبيبتايد لينكج في البروتينز، فبيقطع البروتين into smaller peptide fragments، ولكن هذا لا يعني انه انا وصلت للفاينل digestion، لسه في عمليات كثير رح تصير لتحت شوي، تمام؟ طيب هسه بدي احكي عن الميوكس سكريتينج سيل. الميوكس سكريتينج سيل في نوعين، يعني الميوكس سيرفس سيل، صح؟ وفي عند النوع الثاني اللي هسه فرجيتكم اياه بتكون عند الجوت، هيها هاي الميوكس نكسل. هدول التو تايب من السل بيطلعوا لي ميوكس. طيب هذا الميوكس ايش اهميته؟ الميوكس لاير هاي تحميلي الميوكوزا، تحميلي الميوكوزا من الجاستريك جوس. الجاستريك جوس تقريبا البي اتش تاعته 2، يعني كثير حمضي. اذا وصلت هاي الجوس، اذا وصل الجاستريك جوس للخلايا هاي تموت. فمثلا لو كان انا في عندي مشكله في الميوكوزا، في الميوكاس لاير اللي بتطلعها هاي الخلايا، عفوا، رح يصير عندي ألسرز، رح يصير عندي مشاكل، تمام؟ فهي بتحميلي المعدة من خلال الألكالين ميوكاس لاير اللي بتنتجها، هيا طلع مليان فيها HCO3- واللي هو قاعدي. شوفوا تحتيها كابيلاريز، يعني ممكن اذا سائل حاد جدا وصلت الكابيلاريز يصير في عندي بليدنج. طيب برد اعيد الفانكشن تاعيتها. ريبليكيتنج فانكشن، يعني حكيت لكم اياها ريبليكيتنج فانكشن، انه هي تشحيم، يعني زي قناع او واقي بقي الميوكوزا تاعت المعده، بتحميها من الكيميكال انجري، preventing the activity of prolytic enzyme to act in the mucosa،
و neutralizing ال HCl by its alkaline character، لأنه هي زي ما حكيت لكم عندها ال HCO3 minus، هذا ال HCO3 minus قاعدي pH تاعته تقريبا 7، وممكن تكون أعلى شوي 7.3 إشي زي هيك، أو 7 أو 8 يعني، بكون قاعدي. المهم بما أنه قاعدي هو رح يعمل neutralizing لل pH الأسيدك كاركتر الموجود في ال HCl. نحكي هسا عن الجاسترين سكريشن. بداية الجاسترين هو هرمون، والخلايا اللي بتنتجه اسمها جي سيل. طيب عشان يصير في عندي ريليزنج للجاسترين او سكريشن للجاسترين سوري، لازم يكون في عندي ستيميليشن. اول اشي الجاستريك ديستنشن. جاستريك ديستنشن يعني انا صار في عندي اختلافات، في عندي تشينج، هاي تشينج خلت الجي سيل يعني تعمل ريليزنج. طيب الجاسترين سكريشن، برجع اعيد الفيديو قطع. اول اشي الجاستريك ديستنشن. فالجاستريك ديستنشن يعني انا صار في عندي تشينج خلت الجي سيل انها تطلع لي الجاسترين. طيب بعدين عندي presence of protein in chyme. هسا بما انه انا في عندي بروتين، يعني زي كأنه أنا قاعد بعمل كيميكال ستيميلس للجيسل إنه يلا طلعي لي جاسترين، لأنه الجاسترين بعدها رح يروح يطلع لي الـ HCl والبيبسين، والبيبسين رح يروح يكسر لي هاي البروتينز، فهي هيك كلها مترابطة مع بعضها. وآخر إشي الفيجل ستيميليشن. فيجل ستيميليشن لأنه الباراسمباثيتك فايبرز الموجودة في الفيجاس نيرف بتروح بتأثر على هاي الإندوكراين سيل وبتعملها ستيميليشن تو ريليز الجاسترين. هسا إيش هي الفانكشن تعيث الجاسترين؟ أول إشي increase HCl and pepsinogen secretion، حكيت لكم كيف، ورح نحكي عن هذا الموضوع بعد شوي في الكنترول. ثاني إشي trophic effect on gastric mucosa to maintain growth of mucosal cells، يعني لو صار في عندي damage هي بتحفز لي ال repair process. أوكي هاي هي يعني trophic effect. طيب هسا secretion of intrinsic factor، ما اللي بيكون من خلال الأكزنتك سيلز، وحكيت لكم فيما سبق إنه مهم للـ B12 absorption. تمام هسا في عندي كثير medical condition لها علاقة في الأنيميا بتكون related للستمك، وبيكون سبب هاي المشكلة إنه في صار في عندي gastric atrophy، الأكزنتك سيل قل عددها فقل عندي releasing تاع الـ intrinsic factor، وبالتالي صار عندي الـ absorption تاع الـ B12 فيه مشكلة قل ما إلى ذلك، فبالتالي صار في عندي أنيميا. ليه؟ لأنه الفيتامين B12 أساسا مهم عشان يصير في عندي production لماتور blood cells، فمشان هيك إحنا بنحاول إنه ناخد دايت يكون rich في B12. هسا أغلبية الناس عندهم مشكلة في B12 وبياخذوها على شكل إبر بداية يعني وبس. بس بدي احكي على الكنترول جاستريك سكريشن، كيف بصير عندي كنترول. اسمعوا علي، الكنترول بصير من خلال، خلينا نحكي 3 طرق، او حتى نحكي 4 لا 3، نيورال وهرمونال وباراكراين. اوكي هسه رح نحكي عن كل واحد فيهم بالتفصيل. هسه بالنسبه للنيورال، النيورال بيكون mainly by الانتريك نيرفس سيستم والاوتونوميك نيرفس سيستم، واذا لما احكي اوتونوميك mainly عم بحكي عن باراسمبثيتك. تمام. طيب هلا بالنسبه للانتريك نيرفس سيستم، الانتريك نيرفس سيستم في له نيورونز، هاي النيورونز تفرز لي اسيتيلكولين، وصل المعده بتفرز لي اسيتيلكولين. صار عندي ديستنشنز طلعت لي الاسيتيلكولين. الاسيتيلكولين هاد في له ريسبتورز. اوكي ريسبتورز هاي موجوده على الاكزنتيك سيل، موجوده على الجي سيل، فبيروح الاسيتيلكولين بربط على الاكزنتيك سيل وبنشطها وبحكي لها يلا طلعي لي واعملي لي بومبينج للبروتون، وبيروح على الجي سيل كذلك الامر وبحكي لها يلا طلعي لي الجاسترين، بروح الجاسترين على الاوكسنتك سيل وبحكي لها يلا طلعي لي كمان البروتون. فيعني شوفوا كيف الشغله مترابطه. الاوتونوميك نيرفس سيستم، الاوتونوميك نيرفس سيستم اللي احنا عم نحكي عن باراسمباثيتك، الباراسمباثيتك هو نفسه بيروح
وبشتغل مينلي من خلال الفيجل اكتيفيشن، فيجاس نيرف. طبعا بيكون دور الباراسمباثيتك في السيفليك والجاستريك فيسز. السيفليك فيسز يعني من الراس، يعني من الميديولا اوبلوجانتا، عم يوصل رسالات. يعني انت مثلا عم تاكل، عم تشم ريحه شي زاكي، عم بلعت الاكل ما الى ذلك، يعني لسه الاكل مش واصل للمعده. احنا بنحكي عن سيفليك فيس. في عندي ستيمولس، هاي بتخلي الجاستريك اكتيفيتي تزيد، او وصلنا الجاستريك فيس يعني الاكل وصل للمعده. شو بصير عندي؟ الاوتوميك نيرف سيستم رح يعمل 3 شغلات. هدول ال3 شغلات رح يزيدوا الجاستريك اكتيفيتي، هسه رح نحكي عنهم بالتفصيل الممل. اول افكت او 3 طرق انه الاوتوميك نيرف سيستم بيروح بأثر او بيعمل ستيميليشن للانتريك نيورونز عشان تفرز لي الاسيتيلكولين. بعتذر من الاصوات اللي من البيئه حوالي. المهم، فبصير عندي ريليزنج للاسيتيلكولين، وهذا الاسيتيلكولين حكينا زي ما قلت لكم بيأثر على الاكسنتيك والجي سيل والسيناريو اللي حكيناه قبل شوي. كمان في طريقه ثانيه بيأثر فيها، انه في عندي بعض النيورونز من الاوتونوميك نيرفس سيستم بتروح بتعمل اكتيفيشن لاذر انتريك نيورونز، انيرفيت مين؟ الانترو كروموفين لايك سيلز، والانترو كروموفين لايك سيلز بتنتج الهيستامين، والهيستامين له خلينا نحكي دور يعني بيعمل ستيميليشن الاكزنتيك سيل عشان تطلع لي البروتون. برضه رح نحكي عن هذا الموضوع في الباراكراين كنترول. كمان في عندي كمان شغله في كمان شغلة انه بيروح برضو الاوتونوميك نيرفس سيستم على الانتريك نيورونز وبيخليها تنتج لي الجي ار بي واللي هو جاسترينج ريليزينج بيبتايد. جاسترينج ريليزينج بيبتايد بيروح بربط على الجيسل، بحكي لها يلا طلعي لي الجاسترين، وزي ما قلت لكم الجاسترين بيروح بيلعب نفس اللعبة، بيروح بيأثر على الاكزنتك وبيطلع لي البروتون عشان بعديها يصير عندي اتش سي ال ويصير في عندي اكتيفيشن للبيبسين. هسه بدي احكي عن الهرمونال كنترول. حكيتها قبل ثواني، حكيتها الجاسترين بيروح على البارييتال سيلز او الاكزنتيك سيلز وبيحكي لها يلا طلعي لي البروتون انكريزينج الاتش سي ال سكريشن. طيب كمان ممكن ياثر من خلال طريقه اخرى. في عندي على الاكزنتيك سيل ريسبتور اسمه سي سي كي بي. السي سي كي بي ريسبتور هذا موجود على الاكزنتيك سيل، هو بالاصل الماده اسمها سي سي كي. المهم هاي المادة بتروح بتعمل لي برضو اكتيفيشن لل HCL، فبروح هو بربط على هذا الريسبتور عشان يصير في عندي سكريشن لل HCL. طب نحكي هسه على الباراكراين. الباراكراين عندي الهيستامين وسوماتوستاتين، 2 عكس بعض. كيف يعني؟ الهيستامين يا اعزائي في له ريسبتور موجود على الاكزنتيك سيل اسمه H2، بروح بربط عليه وبزيد عندي السايكليك اي ام بي جوا الخليه. لما يزيد عندي السايكليك اي ام بي بصير في عندي انكريز للسي ال سكريشن. السوماتوستاتين بيشتغل بالعكس، في له ريسبتور خاص فيه اس اس ريسبتور موجوده على الاكزنتيك سيل، بروح بربط عليها تمام وبصير في عندي ديكريزنج للسايكليك اي ام بي، وبعديها رح يقل عندي الاتش سي ال سكريشن. تمام، فهم عكس بعض، واحد انهيبيتوري واحد اكزايتوري. هسا ايش دور ال HCL بكل هاي القصة؟ شو كيف بيعمل كنترول؟ هسا اذا احنا بدنا نحكي انه هو ممكن يأثر دايركت و اندايركت. دايركت لانه ال HCL بيخلي البيبسينوجين يصير بيبسين ويصير اكتف. اندايركت من خلال النيجاتيف فيدباك ميكانيزم، يعني لو انا زاد عندي ال HCL كثير في المعدة رح يصير عندي شغلتين. اول شغلة انه reduction of gastrin release، خلاص فيش داعي انه انا يكون عندي جاسترين كثير لانه اوريدي انا عندي HCL، ما بدي يزيد عندي ال HCL. initiation of inhibitory reflexes زي somatostatin اللي حكينا عنه قبل شوي، تمام، بحيث انه انا احافظ على pH انها تكون ما تنزل عن الثلاث. طيب summary of control، شوفوا هون عندي cephalic phase والجاستريك فيس والانتستينال فيس. الانتستينال هي تقريبا انهيبيتوري، في شوية يعني اكزايتوري، ولكن هي ميل انهيبيتوري. السيفاليك فيس تيجي من الراس والميديولا ابلوجانتا، تمام.
receptors of smell, taste, or يعني food activated, يعني انت بتفكر في الاكل او شميت ريحة الاكل او حتى ذوقت الاكل. كل هاي الامور حتنشط الميديا الابروجنتا عندك في راسك من خلال الباراسمبثيتك فيغاس نيرف، وبيروح على المعدة وبيزيد الجاستريك اكتيفيتي. تمام. طيب الجاستريك فيس، مجرد ما الاكل فات على المعدة، يعني انا في حالة الجاستريك فيس الاكل جوا المعدة، وهنا رح يزيد عندي الجاستريك اكتيفيتي برضه. تمام. طيب الانتستينال فيس، وصلنا الدودينم. طيب وصلنا عند الانتستينال فيس. الانتستينال فيس يعني انه الاكل وصل الدودينم، وهناك بيصير في عندي زي ميكانيزم عشان انا اعمل انهيبيشن اللهم صل على سيدنا محمد، عشان انا اعمل انهيبيشن للجاستريك اكتيفيتي. يعني خلص بكفي انك انت تضلك، خلص الاكل طلع، ما في داعي انه يضل عندي ريليزنج للاتش سي ال والبيبسينوجين والجاسترين وهاي القصص. تمام. احنا هيك حكيت انا شوي شوي عن الموضوع، هسه رح ارد اعيدهم كلياتهم بالتفصيل. حكينا في عندي 3 فيسز. اول واحد السيفاليك فيس. السيفاليك برجع اعيد يعني هيد، يعني هاي الشغله الستيمولي بتيجي من الراس. فاذا انت شميت، يعني شميت ريحه الاكل، ذوقت الاكل، بلعت الاكل، فكرت حتى في الاكل، رح يصير عندي انكريز للجاستريك اكتيفيتي. تمام. وين المسؤول؟ الباراسمباثيتك نيرفس سيستم هو المسؤول، هو المسؤول يعني الاوتونوميك نيرفس سيستم سبيسيفيكلي الباراسمباثيتك ثرو الفيغاس نيرف. تمام. فبصير في عندي اكتيفيشن للجاستريك سكريشن في هاي الفيس، وستيمولات يعني بصير في عندي ستيميليشن للجي والاكزنتك سيل، وهذا الحكي قبل ما يوصل الاكل للمعده. اوكي. طيب الجاستريك فيس، بالنسبه للجاستريك فيس هذا هاي الفيس بتصير او بتبلش من لما اول ما يدخل الاكل على المعده، يعني once the food is ingested خلص بتبلش causing distension of the stomach in addition to other local change. يعني أنا صار في عندي local change، يعني الأكل صار جوا المعدة، الكيميكالز والبروتينز الموجودة في الفود هتعمل لي هتسوي لي maximal stimulation of gastric secretion. تمام. وهكذا. هلأ مين الكنترول، مين المسؤول عن الكنترول في هاي الحالة؟ ثلاث: enteric nervous system, autonomic nervous system والهرمونال سيستم. في عندي كومبلكس كنترول over the gastric activity during the gastric phase. طيب الدكتور ضايف انه الكافيين والالكوهول also stimulate acid secretion، عمشان هيك اللي بكون معه حموضة تمام او بكون عنده ارتداد مريئي بيحكوا له انه ما تشرب قهوة. تمام. ده لانه بتعمل stimulation للأسيد secretion. الانتستينال فيس حكيت لكم انه هي فيها شويه اكزايتاتوري ومين اللي هي انهيبيتوري. هلا مجرد ما الكونتنت تاعت الاستومك تطلع وتروح على الدودنم، هاي رح يصير عندي لوكال تشينج في الدودنم، فيصير عندي انهيبيتوري افكت للجاستريك اكتيفيتي، فبتقل عندي الجاستريك سكريشن. طبعا هذا الحكي اتشيفد باي الانتروجاستريك ريفلكسز. فبصير في عندي initiating some reflexes في small intestine بتروح وبتعمل لي inhibition للgastric secretion. تمام. وبرضو كمان خلال هاي الفيس اللي هي intestinal phase بكون في عندي hormones، الهرمونز هاي بتساعدني انه انا اعمل inhibition او اقلل من الgastric activity، زي الجي اي بي inhibitory peptide، جي اي بي اللي هو gastric inhibitory peptide او الانترو gastron. تمام. حكيت لكم انه في عندي شويه انيشيتنج او انيشيشن، او في عندي شويه اكزايتاتوري افكت، يعني انه شوي بيخلي المعده يلا كملي. ليه؟ لانه انا بالجزء العلوي من الدودنم في عندي ريسل، هاي الريسل مجرد ما الكونتنت تيجي للدودنم بصير ستيميليشن، والله في اشي، فبتروح تنتج لي الجاسترين، والجاسترين زي ما هيك انا يعني بيعمل لي اكسايتيشن، بيعمل لي مور سكريشن. فبهاي الطريقه هلا
بمجرد ما انه الكونتنت يعني نزلت اللور بار تاع الدودنم ببطل في عندي ستيميليشن للجي سيل، فبالتالي على العكس بصير في عندي انهيبيشن يعني من خلال السي سي كي ريليزنج سيل واذر سيل موجود هناك، فبنتج عندي الجي اي بي والسي سي كي اللي برضو حيعملوا لي انهيبيشن. يمكن انا ما حكيت عن السي سي كي، ولكن السي سي كي برضو بيعمل لي انهيبيشن. اخر اشي بدي احكي عنه هو الالسرز وكيف السمباثيتك نيرفس سيستم له علاقه في الالسر. طيب يا اعزائي، مور ستريس higher susceptibility to developing ulcer. يعني بتلاقي الناس اللي دائما متوترين اللي دائما معصبين بتلاقي في عندهم مشاكل يعني في الجهاز الهضمي، واهم هاي المشاكل هي الالسر. ليه؟ طيب لو انا جرحت جروح في وجهي، الوجه is highly vascularized يعني مليان في عندي blood vessels في الوجه، فحتى لو صار في عندي فيزا كونستركشن لسه في عندي كثير يعني لسه في كثير دم عم يوصل، فبالتالي الهيلينج راح يكون سريع. في حالة المعدة يعني لو صار عندي فيزو كونستركشن حيكون عندي لسه بلاد فلو، فبالتالي رح يصير عندي لسه هيلينج. السمباثيتك هيك بعمل، السمباثيتك نيرفس سيستم بيعمل لي كونستركشن، فيزو كونستركشن، فيزو كونستركشن يعني لسه بلاد فلو، فبالتالي رح يصير عندي الهيلينج بطيء. تمام، وهذا الأمر يعني رح يخلي يعني الريبير اللي رح يصير للمعدة رح يكون بطيء، فبالتالي الألسر بسهولة ممكن انها تتطور وما تطيب يعني. تمام، هلا في شغلة حكى عنها الدكتور regarding لل HCL secretion، ارجع شوي لفوق احكي لكم عنها. اوكي، بس بالنسبة لل HCL secretion، هلا risk membrane potential هو minus 70. تمام، بنزل لسالب 30 خلال السيميليشن، يعني ما يصير عند السيميليشن يلا طلعي البروتون، رح ينزل الممبرين بوتنشال لسالب 30. هاي معلومة. معلومة ثانية، الكونسنتريشن تاع البروتونز في الكناليكيولوس بيكون تقريبا 3 مليون ضعف الكونسنتريشن تبعه في البلود فيزل، وهذا الاشي اللي هذا الاشي وهذا هو السبب انه يعني بيكون عندي البي اتش كثير قليل في 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 الـ في اليومن اوف ذا جلاند. وطبعا عشان يصير في انا بومبينج للبروتون بدي اي تي بي، ناكد على هاي الشغله. في عندي شيء اسمه بايلوريك جلاندز، هذولا فيهم ميوكس سيل وجي سيل. الجي سيل حكينا بتعمل ريليزنج للجاسترين او سيكريشن للجاسترين، والميوكس سيل سيكريتينج سيل ار سيميلر تو ميوكس نكسل في الجاستريك جلاند. تمام، ان شاء الله هيك تكون الامور كلها يعني واضحه لكم. اعتقد انه المحاضره سهله جدا، ان شاء الله اكون عند حسن ظنكم. شكرا لكم، بعتذر عن اي خطا علمي لغوي اي خطا كان في الفيديو، ويعطيكم الف عافيه.